كلام هات وخد. يوم ما تنساهوش جوه الاهلي كنت بحب اتفرج على سيد عبد الحفيظ جدا وهو لاعب، فاقول له انت كنت مثلا بقى، يقول لي كنت، اقول له اه خلاص ما انا لعبت معاك لقيتك عادي يعني. يومك عامل ازاي في رمضان؟ الصبح بصوم وبصلي وكده زي مسلم طبيعي يعني، وبالليل بقى. ايه اكتر اكله بتعرف تعملها كويس؟ إيه سلطة من بطاطس. والسؤال محتاج رد. انت كهاني بقى بشكل عام، مين اقرب حد ليك؟ لا انا مخنوق ما بكلمش حد. لو اتعرض عليك تمثل في مسلسل من المسلسلات؟ لا 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 خالص. هتغني معانا دلوقتي؟ نعم. يا ترى اسئلتنا سهله ولا صعبه؟ مين المدرب حسيت ان هو ساعدك جدا؟ لا ما فيش. شايف نفسك شخصية صريحة؟ اه. كم بطولة مع النازلة؟ كلاعب 14، كمسؤول حوالي 22. كابتن وليد انت مش راس حربة صريح، بس جبت جوان مهمة جدا في ماتشات وبطولات مهمة، ايه اغلى هدف بالنسبة لك؟ يعني انا جايب اهداف كتير في الزمالك. ده اللي هنعرفه في حلقة خاصة. حلقة خاصة يوميا الساعة 3 عصرا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.